كثر الحديث وربما الاهتمام والتركيز لوسائل الإعلام وحتى المهتمين بالقطاع المالي حول موضوع تقييم شركة أرامكو. اختلفت الأرقام ما بين 1.5 تريليون ل 2 تريليون. آخر ما سمعناه وهذا يمكن أن تؤكده الآن هو أن التقييم لربما صار في رينج في إطار ما بين أقل من 2 تريليون وأكثر من 1.5 تريليون. هل لك أن تؤكد هذه الأرقام؟ أنا ما قلت الكلام هذا لأنه في عندنا الآن listing requirements أو متطلبات لتسجيل شركة أرامكو في السوق المالية السعودية تداول. الآن اليوم اللي سويناه اللي هو intention to float إنه أعلننا عن نيتنا لبدء عملية طرح شركة أسهم شركة أرامكو. بعدها بيكون في عندنا حوالي 10 أيام لتثقيف المساهمين المحتملين. ونشرة الأصدار بتكون موجودة. بعدها بنوصل لشيء اسمه البرايس رينج أو المدى السعري. المدى السعري كله يعتمد على الخطوات اللي بتجي خلال العشر أيام القادمة. بعد تحديد المدى السعري نكون في مرحلة لمدة أسبوعين اللي هي سجل بناء سجل أوامر الاكتتاب أو البوك بيلدينج. بعدها يتم تحديد السعر وبعدها إن شاء الله يبتدي التداول في سوق الأسهم السعودية تداول. كنت سألتك في المؤتمر عن موضوع كم تستهدفون أو تتوقعون جذب من العملة الأجنبية أو من الاستثمارات الأجنبية. سؤالي لربما فولو أب لهذا السؤال، أكيد تحدثتم مع الكثير من الصناديق، صناديق سيادية أجنبية وصناديق استثمارية أجنبية عالمية. من أين تتوقعون أن يكون هناك استثمار؟ كان هناك حضور صيني كبير بمنتدى الاستثمار، مبادرة الاستثمار، كان هناك حضور روسي وصدر منهم مقابلة للعربية ينوون الاستثمار واحد في أرامكو وأيضا في الاقتصاد السعودي، وبالتالي من أين تتوقع أن تأتي هذه الاستثمارات على مستوى الأجانب؟ ما راح يكون في عندنا أي مانع أنه يجي استثمار من أي مكان في العالم. إحنا فاتحين سوقنا للعالم كامل، فلذلك نتوقع أنه يجينا من كل مكان من العالم للاستثمار في شركة أرامكو. شركة أرامكو تعتبر شركة من أفضل الشركات في القطاع هذا من كل النواحي، من نواحي بالنسبة للعوائد اللي موجودة. مثلا طلعنا الأرباح حقتنا لأول 9 أشهر من السنة 244 مليار، الأرباح كانت 68 مليار، والفري كاش فلو أو التدفقات النقدية الحرة كانت حوالي 59 مليار. لما تشوف الأرقام هذه ما هي موجودة في أي شركة أخرى، وهذه المعلومات كلها موجودة وأعلننا عنها. أتوقع الكل يجيها، الصناديق السيادية، الانستيتيوشن انفسترز أو المساهمين المستثمرين المؤسسيين، وأتوقع بالتأكيد يجينا من الأفراد في المملكة العربية السعودية وتمثيل لكل فئات المستثمرين، متوقع أنه يكونوا موجودين في الاكتتاب حق أرامكو. دعنا نتحدث عن الأموال التي سوف يتم جمعها من خلال هذا الطرح. بالطبع صندوق الاستثمارات العامة أكيد لها خريطة استثمارات من خلالها سوف تستخدم هذه البروسيز. دعنا بالصورة وأيضا كم سوف يصل حجم صندوق الاستثمارات العامة بعد جمع أموال أرامكو آي بي أو؟ حجم صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 300 مليار دولار. تطلعاتنا على حسب رؤية 2030 نبغى نخلي صندوق الاستثمارات العامة على الأقل 2 تريليون دولار خلال في 2030، واللي التوزيع الأصول اللي عندنا موجود ما بين الأصول المحلية والأصول الدولية. اللي نبغى نوصل له الآن إلى 50-50، 50% هنا و 50% هنا. حاليا حوالي 80% أصول محلية و 20% أصول عالمية، لكن هذا لا يعني أنه راح نقلل الأصول حقتنا المحلية، لكن الأموال الجديدة اللي بتجينا بيكون لها نسبة في 50% في السعودية و مناصفة في الوقت الحالي. طبعا إحنا لما نبتدي نسوي أي شيء يعني على قولتهم اتس نوت يعني ما هو محفور على صخر. في كل سنه نرجع ونشوف الاستراتيجيه حقتنا، هل هي ماشيه ولا لا؟ اذا ماشيه نكمل فيها، اذا ما هي ماشيه نغيرها، وهذا اللي نسويه. يعني كان في عندنا رؤيه مختلفه مثلا عام 2015
2016 صار فيها بعض التغييرات، 2017 تغيرنا في جزء منها، 18 19 و20 و21 كل السنوات القادمة لابد نسوي هذا الشيء. إذا ما سوينا هذا الشيء ما أعتقد راح نكون مدراء حريصين على يعني نسوي الفيدوشري دوتي حقنا.